ما حكم الاستعاذات الأربعة من الصلاة قبل السلام من الصلاة مستحبة؟ خلافا لمن قال طاووس بن كيسان اليمامي إن ثبت عنه بالسند، لأنه في مسلم منقطع أنه سمع ولده يقرأ، أو عفوا سمع ولده يصلي لم يتعوذ بالله من الأربعة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسعد الدجال، أمره أن يعيد. ذاك رأي له والجمهور على عدم وجوب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال ثم وصل به إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه.